وينضم إلينا الآن عبر الهاتف السيد أيمن شناع، مسؤول حركة حماس للعلاقات الوطنية في لبنان. أحييك سيد أيمن. يعني قبل أن أستمع طبعا لوجهة نظركم فيما حدث، أريد أن يعني على جانب المعلومات، هل أصيب أي من حركة حماس ممن ينتمون لحركة حماس في لبنان جراء هذا الهجوم الذي يعني وصف بأنه من أو قيل أنه إسرائيلي على الأقل من جانب لبنان أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحياتي لك أستاذ أحمد ولجميع المشاهدين، ونعزي عائلات ضحايا الشهداء الذين أطلقوا اليوم في لبنان، ونسأل الله الشفاء للجرحى. أما بالنسبة لحركة حماس، نحن في لبنان لم نتعرض لأي استهداف اليوم في ظل الهجمة الإرهابية التي قادها العدو الصهيوني تجاه الشعب اللبناني هنا في لبنان. طبعا أكثر قرابة 3000 شهيد وعدد جريح وعدد من الجرحى والقتل، الشهداء قرابة 10 شهداء. حركة حماس يعني لم يصب أحد منها بأذى داخل الساحة اللبنانية، ولكن نحن نقول أن هذا هو استهداف للمقاومة واستهداف لبنان. هذا يعنينا بشكل مباشر كحركة مقاومة إسلامية حماس، هذا الإرهاب الصهيوني الذي يديره نتنياهو منذ 8 أكتوبر حتى اليوم. هذه جرائم الحرب اليومية التي ترتكب بحق شعوب المنطقة، سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية. واليوم ها هنا اليوم ما نشاهد في لبنان هذه العملية الإرهابية التي طالت عدد كبير من المواطنين اللبنانيين، مصحوبا بدعم كبير من الإدارة الأمريكية ومن بعض الدول الغربية. لذلك نتنياهو يسعى الآن في نظري إلى توسيع بقعة الاشتباك في المنطقة، لأنه يعتقد أن المعركة في غزة لن تطول كثيرا وفق وجهة نظره، يسعى إلى فتح جبهات جديدة في المنطقة، وهو ينظر إلى ساحة لبنان ومدعوما بكل السلاح الأمريكي الذي أتى إلى المنطقة، هذه المدمرات التي قدمت إلى الشرق الأوسط وإلى الساحل الشرقي للبحر المتوسط، جعلت نتنياهو يعني يوغل في دماء شعوبنا سواء في فلسطين أو في لبنان أو في المنطقة. إجمالا سيد أيمن، ماذا تعتقدون فيما يخص الأهداف الإسرائيلية من وراء هذه العملية؟ هل فتح جبهة جديدة؟ هل كما كان يقول أحد ضيوفه منذ قليل إعادة مسألة الردع الاستراتيجي مرة أخرى للاحتلال الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر أم ماذا؟ أعتقد أنه عملية الردع الصهيونية قد سقطت وتلاشت منذ 7 أكتوبر. حقيقة هي هذه الهجمة السيبرانية التي تعرض لها لبنان اليوم تعني أن هناك تفوق إسرائيلي في التكنولوجيا وفي موضوع الإلكتروني، ولكن أنا أقول لكم 7 أكتوبر يعني بهدل هذه المنظومة وجعل المنظومة الإلكترونية الإسرائيلية يعني في الحضيض في 7 أكتوبر، والمنظومة الأمنية والمنظومة العسكرية وحتى المنظومة السياسية. لذلك نحن نعتقد أنه هذا الحراك وهذا الهجوم البربري الذي حصل اليوم هو تمهيد، قد يكون تمهيد لعملية عسكرية أوسع للعدو الصهيوني في لبنان، ونتنياهو يسعى بكل جد لتوسيع هذه الرقعة من الاشتباك. نحن نعلم أن الإدارة الأمريكية ضبطته نوعا ما وأرادت يعني ضبط المنطقة وإطفاء بعض الهدوء على المنطقة لمصالح لها علاقة بالبعد الأمريكي الداخلي والانتخابات الأمريكية. أما نتنياهو نحن نعلم أنه يسعى في كل لحظة لتوسيع هذه الرقعة. لذلك هذه الهجمة البربرية اليوم، الهجمة الإرهابية تجاه لبنان، قد تكون مؤشر حقيقي لتوسيع بقعة الاشتباك، ونحن في ظل هذا المشهد ننتظر إلى طبيعة رد حزب الله ورد المقاومة اللبنانية على العدو الصهيوني بعد هذه العملية الإجرامية الكبرى التي حصلت واستهدفت عدد كبير من قادة المقاومة من أبناء الشعب اللبناني. لذلك الرد يعني الذي سيقوم به حزب الله هو أيضا قد يحدد وجهة الاشتباك مع هذا العدو في الأيام القادمة. أنتم سيد أيمن ستكونون جزء من هذا الرد سواء على مستوى التنسيق أو على مستوى العمل الفعلي على الأرض أم لا؟
إذا قام نحن حزب الله بالرد يعني. ابتداء من 8 اكتوبر حتى هذه اللحظه نحن في تنسيق عالي مع الاخوه في حزب الله ومع قوى المقاومه في المنطقه، ولذلك من الطبيعي جدا ان تكون جزء من اي معركه يقودها العدو الصهيوني باتجاه لبنان الشقيق. هذا اقل الواجب علينا في اسناد اهلنا وشعبنا في لبنان، هذا اقل الواجب في دعم المقاومه التي ساندت قطاع غزة منذ 8 أكتوبر حتى هذه اللحظة ودفعت ضرائب كبرى من أجل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني. فلذلك من أقل الواجب نحن في المقاومة الفلسطينية وفي حركة المقاومة الإسلامية حماس أن نكون جزء من أي اعتداء، جزء في مواجهة أي اعتداء صهيوني يحصل على لبنان الشقيق.